بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله هناخد النهاردة abnormal forms of الهيموجلوبين. قلنا قبل كده ان في اسباب بتكون hereditary، انها اسباب بتكون وراثية، وفي اسباب نتيجة ل drugs و chemicals or oxidizing agent. حاجة الهيريديتري عندنا الهيموجلوبين اس، او هو عبارة عن ديزيز بيعرف ب سايكل سيل انيميا. سايكل سيل انيميا هو عبارة عن هيريديتري ديزيز، يعني مرض وراثي. بلاقي ان الالفا تشين بتاعته بتكون نورمال، لكن الاختلاف في البيتا تشين. بلاقي ان الجلوتاميك اسيد اد بوزيشن 6 حصل له ريبليسد باي الفالي، وبالتالي هيحدث عندي فقدان للجلوتاميك اسيد. طب فقدان الجلوتاميك اسيد بلاقيه انه بيتدخل في البروتين سولوبيليتي وبيزود البلد فيسكوزيتي. بلاقي ان الدي اوكسجينيتد هيموجلوبين اس بيكون فايبروس بريسيبتيت اللي بيسبب سايكل شيبد ار بي سيز، وبالتالي من السهل ايزلي ترابد في السمول بلاد فيزل، وهتزود حدوث الثرومبوزس اللي هي الجلطة، كما انها بتسبب impairment خلل في circulation cause pain and multiple organ damage زي الكدني والسبلين والبون. بلاقي ان السايكل ار بي سيز دي بتكون مور فراجايل يعني اند مور لابايل للهيموليسيس. طبعا اللايف سبين بتاعها بلاقيها انها بتكون شورت. بعد كده الدياجنوزيس بتاع النوع ده من الانيميا. اول حاجه الدياجنوزيس عن طريق بلاد بيكتشر، ان انا بعمل صوره للدم او لو هيموجلوبين ليفل. ثالث حاجه الالكتروفريزيس. طب انا بعالج النوع ده من الانيميا ازاي؟ يبقى تريتمنت بواسطة blood transfusion، ان انا بعمل نقل للدم. استخدم فيتامينز زي الفوليك اسيد. تالت حاجة سبلينكتومي، اللي هي عبارة عن surgical removal of the spleen. ده بالنسبة لاول نوع. طب تاني نوع عندي سببه برضو بيكون وراثي، الهيموجلوبين اتش. الهيموجلوبين اتش بيتميز انه بيحتوي على 4-4 بيتا تشين، يعني بلاقي ان الالفا تشين اصلا مش موجودة، ودي بتكون مرتبطة بـ associated with الالفا ساليسيميا
والثلاسيميا هي عبارة عن inherited disorder. يا إما إن بيكون سببها due to mutation، طفرة يعني، وده طبعا هيقلل لي أو reduce the rate of the sciences of one globin chain، أو إن السبب نتيجة ل deletion، وده معناها إن ما في، يبقى there is no sciences to one of globin chain، وده بيؤدي إلى تكوين abnormal hemoglobin اللي بيسبب الأنيميا. طب الثلاسيميا أنا عندي منها نوعين، ألفا ثلاسيميا وبيتا ثلاسيميا. الألفا ثلاسيميا من اسمها يبقى due to defective alpha chain formation. أما بالنسبة للبيتا ثلاسيميا ده السبب بيكون due to defective beta chain formation. وتسبب ان البيشنت suffer from انيميا، والانيميا دي بتعرف باسم Mediterranean انيميا او انيميا البحر المتوسط، او بتسمى ب الكوليز انيميا. بالنسبة للدياجنوزيس بواسطة الالكتروفريزيس باي الكتروفريزيس. بالنسبة للتريتمنت بواسطة بلاد ترانسفيوجن والايرن، ان انا بستخدم دراجز عشان اعمل ريموفال للايرن من الجسم. ثالث حاجة فوليك أسيد سابلمنت. كده في نوع تاني من الهيموجلوبين بيسمى بالهيموجلوبين ام او الميت هيموجلوبين، والنوع ده بيحدث نتيجة لي ان الهيموجلوبين حصل له اكسبوزد لي اوكسيدايزنج ايجنت زي النيتريت بويزنينج. اللي هتسبب ان الفرس ايرن اللي موجود في الهيموجلوبين هيحصل له كونفيرت للفيريك ايرن. لما بلاقيه ان هو بيكون موجود بكميات كبيره in large amount في السيركيوليشن، بلاقي ان الانيمال ده بيكون سيانوزد، والميتهيموجلوبين ده بيحصل له removed من البلد بواسطة انزيم بيسمى بي ناد اتش ميتهيموجلوبين ريدكتيز انزيم، بيحولهولي الى ايه؟ الى هيموجلوبين، وبالتالي انا بلاقي ان التفاعل ده بيكون ريفيرسيبل، يعني بيتكون وبيرجع تاني، بقدر ان انا ارجعه تاني الى الهيموجلوبين. بعد كده في نوع بيسمى بي
كاربوكسي هيموجلوبين. الكاربوكسي هيموجلوبين ده بينتج ان الهيموجلوبين حصل له اكسبوز للكربون مونوكسيد، والكربون مونوكسيد انا بحصل عليه بيرنت للكربون، ان انا بحرق الكربون في insufficient amount من الاكسجين، في كمية غير كافية من الاكسجين. بلاقي ان الافينيتي اوف الهيموجلوبين للكربون مونوكسيد بلاقيها انها بتكون 200 مرة مور زين الاكسجين. طبعا البلد ويز الكربوكسي هيموجلوبين بلاقي ان اللون بتاعه بيكون برايت ريد، والكومبينيشنز ده بلاقيه انه بيكون irreversible، يعني ما اقدرش ان انا ارجعه تاني الى هيموجلوبين، ما بيرجعش تاني. طيب اخر نوع حاجة اسمها الصلفة هيموجلوبين، وده بينتج نتيجة لايه؟ نتيجة ان حصل اكسيديشن للايرون اللي موجود في الهيموجلوبين الى الفيريك ستيت بواسطة دراجز اور كيميكالز اللي بتحتوي على السلفر، كونتين السلفر. وبلاقي ان الملوكيول اللي اتكون ده بلاقيه انه بيكون اللون بتاعه green pigmented molecule، ودي بالنسبة للabnormal forms of الهيموجلوبين.